الوضع المتفجر في سوريا على حاله رغم انتهاء معركة باب عمرو، فعلى وقع التظاهرات المستمرة ومسيرات تشييع قتل الجمعة، أكد المرصد السوري سقوط مزيد من المدنيين في إدلب وريفها برصاص الأمن وبانفجار عبوة ناسفة. ما بيخلونا نروح نحفر هناك، بقى اضطرينا هون بالحديقة نحفر القبور. كما أكد المرصد مقتل 6 جنود على الأقل وجرح 9 خلال اشتباكات مع منشقين استهدفوا ناقلات جند مدرعة وحافلات عسكرية وأمنية اقتحمت مدينة في ريف درعا. بالمعتز بالله تقوم بعملية نوعية تفجير آلية عسكرية. ودائما جنوب البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن إرهابيا انتحاريا فجر سيارة يقودها في منطقة درعا البلد، ما أدى إلى مقتل وجرح 20 من المدنيين وقوات حفظ النظام. لجان التنسيق المحلية سارعت من جهتها إلى اتهام النظام بافتعال الانفجار. حي بابا عمرو في حمص لا يزال في قبضة السلطة، حتى أن فريقي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر لم يتمكنا من دخوله. تلفزيون السوري دخل الحي وأظهر حجم الدمار الهائل الذي طاول الحجر والبشر. وسط هذه الأجواء سلمت جثتا الصحفية الأمريكية ماري كولفن والمصور الفرنسي ريمي أوشليك إلى سفارتي فرنسا وبولندا التي تمثل المصالح الأمريكية في سوريا. أما المراسلان الفرنسيان إديت بوفيه وويليام دانييلز لذان فرا من حي بابا عمرو، فأعلن أن القوات السورية استهدفت الصحفيين بشكل مباشر في المدينة، بدوره الصحفي البريطاني بول كونروي الذي فر أيضا من حمص وصف ما يحصل في سوريا بالمجزرة الممنهجة وليس حربا، آسفا لأن العالم يقف مكتوف الأيدي إذا جرائم لم يرى مثلها من قبل. وفيما يأن الشارع السوري جراء وقع العمليات الأمنية المتواصلة والاعتقالات الكثيرة، ينشر النشطاء على مواقعهم على الانترنت مشاهد مسربة من العناصر عن اقتحام مدرسة. من جهتها نشرت رويترز هذا الفيديو ويظهر فيه مراسلوها قرب حلب يوم الخميس وهم يتعرضون لنيران القناصة في المدينة. إلى ذلك يطالب الجيش السوري الحر بأسلحة لهزم الجيش السوري النظامي.